إن زميلنا إبراهيم حبتر طرح سؤال مهم في نهاية التقرير، وهل هذه الميمز وهذه النكات سبب لخلق مناخ لكره الدراسة والعودة إلى المدرسة، أم هي مجرد محتوى للسخرية والتسلية؟ بالضبط، عشان كذا إحنا عندنا هنا ضيفة غالية على قلبنا وإحنا مرة نحبها في الاستوديو، المحاضرة في تطوير الذات نادرة غرياني. أهلا وسهلا فيك نادرة، منورتنا. أنت حتساعدينا بالإجابة على هذا السؤال، لأنه بصراحة ممكن البعض منا يقول ما فيها شيء إن يكون في سخرية وضحك لأنه ما هي جارحة، وفي ناس يقول لك لا، ممكن من جد يكون أثرها عميق وممكن تأثر في نفسية الطلاب خاصة في بداية عودتهم للدراسة. فأنت كيف تصنف الموضوع، كيف تشوفين؟ نشوف أنا أول شيء الطفل حساس على الأخر، ما لازم نستهزأ معنيا بالأحاسيس متاعه وبالمشاعر متاعه. في كلمات ساعات تبقى له في السبكونشس مايند متاعه مدى الحياة، لما هكا نسخر من العقل الباطني. العقل الباطني مدى الحياة تبقى عندك جمل أنت بنفسك تولي تكررهم لروحك، وهما جايين من الطفولة، شنو سمعنا شنو شفنا، خاصة لما تكون هناك كثافة حسية، يعني مثلا موضوع أنت تحسه زيادة ويسخروا عليك أنت كطفل، فتبقى لك مدى الحياة زي جروح الماضي. فبالنسبة لي المدرسة خاصة، يعني هو اللي تعرفه الطفل يمضي أغلب وقته في المدرسة، يعني حتى أكثر من البيت. فشو البرمجة اللي يسمعها، شو الأجواء، شو الطاقة اللي أغلب الوقت تكون مهيمنة على المدرسة. وإحنا نعرفه أنه الطفل لما يكون مضغوط مسكين وهو صغير وطول الوقت حاطين عليه نسلط الضوء إلا على نتائجه أعداده، الأجواء ديك اللي تعمل له ضغط نفسي، يولي يعتبر نفسه أنه فقط عدد، أنه فقط هو يعني مربوط شخصيته ونظرته لنفسه مربوطة بنتائجه بأعداده، وهذا يأثر عليه برشا. معناتها ساعات نقول يا ليت في المدارس يكون الطفل نعتنيه أكثر بالجانب الروحاني متاعه، بنظرته لنفسه، بحبه لنفسه. أنا معناتها نتفاجأ نقول كيفاش لليوم ما فيه مثلا مواد معينة نبلش بها الصباح، نبدأ بها الصباح للطفل، نخليه يفهم كيفاش يحتوي مشاعره، كيفاش يحب نفسه أكثر، كيفاش يتعرف على ذاته، شو معنى الإيجو، شو معنى عدم التوازن، كيف الكون هذا يصير. يعني ما حلينا نتعلموا أشياء مثلا طول الهيمالايا قديش والجبل وشو العاصمة هذه، معلومات، لكن كيفاش نتعامل مع مشاعري، كيف نخاف طفل صغير كيخاف، كيفاش يحتوي مشاعره، هل جائز أنه يخاف، كيف يتعامل مع الفشل، كيف يتعامل لما نقارنوه بزملائه بأصحابه لما يكون مضغوط، لأنه هذا الطفل نهار آخر باش يكون هو المستقبل. بس هذا مش دور الأهل، دور الأهل. وأيضا أنت تعرف عبد العزيز اليوم في كثير مدارس دخلوا هالمواد، يعني مواد مثلا يقوموا في الصباح لما يدخل الطفل يعرفوا أنه كان مضغوط ممكن في الطريق والزحمة والأمور هذيك الكل، فيقولوا له مثلا 10 دقائق فقط. في أنا شفته حتى دوكيومنتري أحكي على معناتها الجانب كيفاش الطفل مهم جدا أنه مثلا يتصل بذاته، كيف يريح نفسه، كيف يتنفس، كيف المونتال هيلث يتعامل معها، معناتها مهم جدا الموضوع هذا. تعمل امتنان أنت الطفل حتى لنفسك 5 دقائق فقط، تغمض عينيك تتنفس تريح يريلاكس وتحتوي مشاعرك، شوف أنت بعد كيفاش الذاكرة متاعه تتحسن، إنتاجيته أعداده. فمهم جدا أن نصنع بيئة إيجابية للطفل في المدرسة، ونبدأ هكا شوية شوية ندخل هالمواد هذية في القسم. بالضبط، يعني كثير هذه الأشياء أو هذه الميمز ممكن أنها في البعض يشوفها أنها شيء ترفيهي، محتوى لطيف. أنت ما تشوف أنه أحيانا السخرية أو الضحك على بعض مثلا ضغط المدرسة أو ضغط الواجبات في عامل إيجابي نوعا ما؟ الضحك والترفيه ما لازمش نخلطوا الملفات، أنا ناخذوا معناتها نقولوا احنا وي هاف فان، يلا ندخلوا البهجة في قلب الطفل الصغير، نضحكوه. انت تعرف حتى منافع الضحك بالنسبة للإنسان، بالنسبة للطفل جهاز مناعتك يقوى، الضغط النفسي يتعدل، كل الأمور تكون ما شاء الله تمام لما انت تعتني طبعاً بالدخل البهجة في طبعا نادرة. بس عذرا للمقاطعة، أنا حقول لك شيء، أغلب الناس اللي بينشروا هذا المحتوى أو هذه الميمز هم ناس يكونوا في المرحلة نهاية المتوسط وثانوية وقريب تخرجهم من الجامعة، فيكونوا أكبر شوي. فهي إحنا بنتكلم على نظرتنا نحن يعني متابعين أو مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي للبيئة الدراسية بشكل عام، فهم كبار شوي. لما نقول ناس في عمر 16 17 18 سنة، مو أطفال صغار، هل بالفعل هذا المحتوى ممكن يأثر عليهم سلبيا ولا لا ممكن يكون شيء إيجابي؟
أنا الحقيقة نعطيك رأيي كأم ما نراش أنه في حاجات أخرى ممكن تدخل جانب الترفيه ألف مرة أكثر من أن نسخر على الطفل ولا معطينا بالنسبة لي شو ما نعرفش having fun هكا باش نضحكوا على طفل صغير ولا نسخروا عليه ماهوش هو الموضوع الأساسي اللي أنا نشوفه مهم في الدراسة لكن كبيئة إيجابية في الدراسة حاجة وأني نسخر من طفل صغير حاجة أخرى فزوز ملفات معناها بالنسبة لي مختلفين تماما أنا اليوم نحب معناتها نستعمل كما نقولوا اليوم وجودي في معاكم في الامبيسي نحب الحق نوصل نداء بكل حب أنه المعلمين يبدأوا يدخلوا هالأمور هذه الروحانية عند الطفل برمجة الطفل الإيجابي كيفاش كل كلمة عندها وقع على التلميذ على روحك كيف حديثك مع روحك كيفاش تتحدى مثلا مخاوفك كيفاش تحتوي وأنه جائز أنك تكون مش مثالي بالحق تعبنا من عقلية أنه الطفل لازم يكون مثال وكأنه عدد متنقل أنت أعدادك ممكن صحيح. أنا نكون مش أوكي في الحساب لكن ما شاء الله ربي حط فيا اختلاف ثاني حط فيا شيء يميزني كل شخص فريد يعني كل شخصية مختلفة على الآخر فنبدأ شوية شوية ندخل الأمور هذه روحانية في المدرسة ونشوف معناتها الإمباكت طيب. يعني التأثير الإيجابي على الطفل أنا بودي أسمع منك ربما نصيحة أو نقطة توضحيها بشكل أكبر لمن يستمع اليوم كيف نجعل هذا الطفل اللي عنده فكرة ربما غير جيدة عن المدرسة التي يذهب إليها كيف نغير له هالفكرة كيف نخليه يحب ذهابه إلى المدرسة سؤال من ذهب هذا يعطيك الصحة فيه أول شيء البيئة في الدار والكلام اللي يتقال في البيت مهم جدا أنت طفلك لازم تعرف راهو معناتها ياخذ منك كل كلمة تقولها له يحس بيك حتى من غير ما أنت تتكلم ما يشوفك أنت كأم ولا كأبو في حالة طوارئ أول ما تبدأ المدرسة وكثير ضغط واسمع وما تنسى هذه السنة مهمة جدا والامتحانات ولازم وما لازم والتخويف والترهيب وكأنه في حالة حرب بربي كيفاش ابنك بشي يروح على المدرسة أكيد بشي يكون فيه ضغط صح يحرج أحسن نسخة من نفسه فخلينا ناخذ الأمور ببساطة يا أخي أنا والله نحكي كأم يعني ابني ما شاء الله خذ البكالوريا السنة اللي فاتت الله يحفظه وشفتوا يعني كيف طول الوقت تعاملنا مع الدراسة كموضوع عادي بالنسبة لي محبة أخرب علاقتي مع ابني عشان الدراسة المهم توازنه شخصيته نظرته لنفسه حبه لنفسه كيف يتعامل أيضا مع الفشل مع أنه ما يكون أوكي في مادة معينة ما نعمل منها مشكلة للشرق الأوسط وكأنه هو إنسان يعني ما عنده مكانة وما عنده قيمة مذكر كنت نستعمل معه جملة والله استعملوها مع أبنائكم وقلوا فارس أنا راني نحبك لما مثلا يكون فرحان مبسوط أنه عنده عدد أوكي قلوا أنا مبسوطة أوكي فرحانة بيك لكن صدقني حتى ولو ما كانت نتيجتك معناتها أوكي أنا نحبك unconditional love يخلي ابنك يكون متوازن يخفض الأهمية وقتها تخرج منه نسخته المنجزة لأنك أنت شوف نفسك ككهل لما تكون مضغوط شو يخرج منك لما تكون مضغوط ولا حتى ما تعرف تحفظ ما تعرف تقول ولا شيء لأنك مضغوط لما تكون ريلاكس يخرج منك أفضل نسخة وما نطالب أبنائنا يكونوا مثاليين يعني مثلا ابني فيه مواد واو فيه مواد أقل وهذه هي الحياة كل شخص عنده هذه هي الحياة قوة برشا حب قبل ما ينام برشا هاج برشا بالحب الحب. ها بالحب نختم في كل شيء الحب يحسن الأعداد والله شكرا شكرا أكيد يعطيك العافية الكاتبة والمحاضرة في تطوير الذات الأستاذة نادرة غريان شكرا جزيلا لتواجدك نورتينا شكرا لك